خطيئتي. مريم شوقي. اسمك ايه؟ بالبيت وبشو شوقي. لا بالبيت وبشو. حضرتك هبه مجدي. تمام. انتوا النهارده كاسره مسيحيه حرصتوا حاجه تقربيها؟ لا تقربينها ايه؟ عمتها. تمام حضرتك؟ مامتها. تمام. انت كاسره النهارده اتجمعتوا النهارده عشان تحتفلوا بالكريسماس وليله احتفالات اعياد الميلاد. استعديت ازاي وازاي استقبلتي النهارده بقيه افراد العيله؟ هو طبعا يعني حاجه صعبه ان مفيش كنيسه، طبعا دي حاجه كانت مقصره فينا جدا يعني، حاجه مضايقانا، بس طبيعي لازم يعني نتعامل مع الموقف الحالي يعني. بس اكيد هو العيد طبعا مختلف، لان احنا كنا متعودين ان اهم حاجه كنيسه، واهم حاجه ان احنا يعني هو الاحتفال عندنا اصلا ان احنا نروح الكنيسه، فطبعا كانت حاجه صعبه بالنسبه لنا، بس عادي يعني، معلش مضطرين يعني. حضرتك ام يعني النهارده احتفالات العيد اختلفت عن السنه اللي فاتت. طبعا. ازاي قدرتي تهيئي اجواء البيت وازاي استعدتي ازاي ان يكون الاحتفالات في زمن الكورونا داخل البيت؟ مش الاول طبعا كنا بنروح الكنيسه، ده اهم حاجه عندنا. دلوقتي مفيش كنيسه. ممكن نروح مثلا نزور العيله، اي حد فرد من العيله نتعزم عنده كده، ونخرج بس من بعد الظهر نادي، نروح اي كافيه او اي حاجه. دلوقتي طبعا بعد الكورونا مفيش خروج ومفيش كنيسه، قاعدين في البيت. تمام. يعني الطقوس او العادات اللي انتوا بتمارسوها كاسر مسيحيه في تبادل الزيارات، اقامه العزايم، الحاجات دي كلها دي تعودت عليها في السنين اللي فاتت. طبعا. طبعا الوضع اختلف كليا في ان كانت في رؤيه للكنيسه المصريه موضوع التنبيه ان الاحتفالات داخل العيد العيد داخل البيوت مش في الكنيسه. يعني اوصفوا لنا ليله العيد ادتوها ازاي كاسره وخاصه مع البنوته وكده. مفيش، قعدنا في البيت، حتى اللي عايزين يخرجوا مفيش، لازم نقعد في البيت عشان الكورونا وكده. تباعد. ما بنحاول حتى في الخروج العادي اللي هو نروح نجيب الطلبات او اي حاجه زي كده، على قد ما نقدر بنقلل، او هي تبقى طالعه واحده كده عشان ما نقدرش نخرج كتير يعني، عشان ما نتقربش من الناس وكده العدوى. انت العيد ده مختلف عن السنه اللي فاتت؟ أكيد طبعا. بالنسبة لك مختلف في إيه؟ كنت مثلا بروح عند صحابي وبنروح الكنيسة، وبنبقى طبعا قاعدين في الكنيسة عقبال ما نتناول علشان نفطر، وكنت بروح مع صحابي عشان نلعب ونروح نخرج. أما دلوقتي ما فيش حاجة. شايفة إن خوف بابا وماما عليكي المرة دي في العيد عن أي عيد فات مش جاي من فراغ، جاي ليه سبب كبير عشان بسبب موضوع كورونا؟ طبعا. هما سمعتي عن كورونا؟ ايه كورونا؟ سمعتي تعرفي عنها؟ ان هي فيروس خطير وبتموت ناس كتير، وما لسه ما لقيناش علاج يعني. ليكي صحاب صح؟ اكيد. زميلات كنت بتحبي ان انت تخرجي معاهم وتتفسحي معاهم في العيد؟ طب عملتي معاهم، عيدت عليهم في العيد ده امبارح والنهارده، ولا تواصلتي معاهم ازاي؟ اتواصلت معاهم على الواتساب والموبايل، رنيت يعني عليهم. التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك لتهنئتهم بالعيد. صح؟ صح كده. تمام. من جواكي شايفه ان ماما وعمته ولمه العيله كانت عوضا عن الخروج والفسح في العيد ده في حاليا في البيت في الزيارات؟ هي تعوض شويه، بس طبعا ما تقدرش تعوض كل اللي فات، لانه ما روحناش الكنيسه ولا خرجنا ولا اي حاجه، بس برضو دي حاجه حلوه ان احنا نتجمع كلنا مع بعض. تمام. طب انت لو انت حبيتي مثلا، شايفه ان العيله كلها متجمعه النهارده في العيد، لو حبيتي تقولي دعوه للرب مثلا تقولي له ايه بخصوص كورونا؟ انه يخلي 2021 تبقى سنه حلوه علينا وتخف كورونا، وما يجيش وباء تاني. ما يجيش وباء تاني. بشوي شوقي عزيز. تمام. حضرتك لاول مره مصر بتحتفل في زمن الكورونا باحتفالات عيد الميلاد داخل البيوت زي ما بيقولوا. يعني اوصف لنا انتوا كاسره او كعيله حرصتوا ايه ازاي تبداوا تجهزوا لاحتفالات عيد الميلاد واستعدتوا ليها ازاي في الظروف الصعبه دي؟ هو احنا الاول كنا طبعا بنخرج بنروح في اي مكان وبتاع بس هو برضو العيد هو التجمع الاسره مع بعضي، فكده كده يعني برضو بنحاول نتجمع مع بعضينا. فانا جيت هنا عند اختي بس. تمام. انتوا مثلا بتبقوا في عادات بتبقوا حريصين عليها كاسره؟ هو احنا عندنا العيد دوت بيبقى اللي هو الوقفه بالليل، بنبقى صايمين مثلا من الساعه 2 الظهر او 3 وبنفطر الساعه 12. تمام. بنبقى بناكل اكل نباتي، وبعد كده بناكل اكل ايه لحمه وحاجات زي كده.
يمكن لاول مره الدوله المصريه بتدي اهتمام كبير جدا بالحفاظ على حياه المواطن المصري، يعني منع الاحتفالات في الكنائس، المساجد، التجمعات، الاماكن اللي فيها تجمعات او فيها مظاهرات بشكل كبير. هل انت شايف ان الاحتياطات والاجراءات واجبه في الظروف اللي بتعيشها حاليا؟ ما طبعا احنا مضطرين نعمل كده عشان خاطر الظروف اللي احنا فيها، واحنا بنحاول يعني نمشي مع البلد بحيث ان احنا ما يحصلش كارثه. تمام. بالنسبه لكم يعني الكورونا او الوباء اللعين اللي احنا داخلين على قرابه عام بنعاني منه كلنا كمصريين حاليا في الوقت الحالي، هل بيبقى في عادات او في حاجات معينه بتكونوا حريصين عليها كاسر مسيحيه مع الاباء والقساوسه في تبادل التهاني؟ ما هو طبعا احنا بيتم التواصل في العيد، يعني مش فينا هو احنا المفروض اصلا كده المفروض ان احنا لازم نروح الكنيسه بالليل ونحضر القداس اللي هو يوم العيد، يوم الوقفه بالليل بنروح الساعه لازم نحضر القداس ده. بص يمكن 90% من العيد بتاعنا ان احنا لازم نحضر القداس بتاع بالليل ده. طب انت حضرت القداس؟ ما هو القداس احنا عندنا هو البابا طرادروس ادى لكل اسقف يعني اللي هو ايه صلاحيه، فاحنا عندنا طنطا طبعا عندنا الكورونا منتشره اكتر شويه، فعشان كده الانبا بولا منع القداسات خالص، يعني يا دوبك هو عمل قداس واحد في كام قسيس وخلاص. القداس اقتصر فقط على اساقفه المطرانيه فقط. هو الاسقف اللي هو الانبا بولا ومعاه كذا قسيس وبعد كده بث مباشر، يعني هم بثوه مباشر انما ما فيش قداس اتقامت ثاني والكنائس كلها قفلت، كل ده حرصا طبعا علشان الكورونا واللي احنا فيه. بس هو ده 90% من الاحتفال بتاع المسيحيين، يعني من الاحتفال بتاعنا ان احنا لازم نتجمع في اليوم ده في القداس في الكنيسه. يعني تزامنا مع احتفالات اعياد الميلاد، هل النهارده المطرانيه او الكنيسه المصريه او نقول ما يمثلها في داخل محافظه الغربيه قدرت ان هي تتعاون معاكم او توجه لكم سبل من نوع من الاحتياطات اللازمه لمواجهه كورونا؟ يعني مثلا في مبادرات انسانيه لمساعده الحالات اللي ممكن تكون شبه مصابه او كده من عائلات؟ هي طبعا يعني احنا بنحاول، يعني عندنا برضو المطرانيه مقدمه دعم اللي هو مثلا الحالات اللي هي عندها اصابه بتحاول برضه توفر لها مثلا اكسجين، توفر يعني على قد الامكانيات المتاحه ليها يعني. بس